32 منتخب من 25 مخيم وسبع مناطق صناعية. شاركوا الأبطال الأطفال بالتدريبات لأكثر من 6 أشهر ليمثلوا المنتخبات اللي رح يشاركوا فيها بالمونديال. طبعاً المنتخبات المشاركة هي نفس المنتخبات المشاركة ضمن قرعة الفيفا نفسها في قطر. نحن بدنا نثبت للعالم رغم المعاناة والوضع السيء في المخيمات أنه أطفالنا مستمرين في الرياضة في التدريس. رسالة لكل العالم أنه رغم نحن كل المعاناة ورغم كل القصف والتهجير راح نعيش اللحظات الحلوة، ما راح إن شاء الله نستسلم لليأس.